صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجمعة، وبوب له بقوله: باب فضل الجمعة. يقول عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، يعني من اغتسل غسلا مثل غسل الجنابة، يعني عمم الماء على جميع بدنه واغتسل كأنه يغتسل لغسل الجنابة، فكأنما قرب ثم راح. ثم راح يعني في الساعة الأولى، وهنا الساعات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة 5 ساعات، يعني 5 أوقات. هذه الأوقات العلماء قالوا أنها تبدأ من طلوع الشمس، ومنهم من قال أنها تبدأ من طلوع الفجر، وهناك خلاف، منهم من قال تبدأ يعني عند الزوال، والصحيح أنها تبدأ عند طلوع الشمس إلى أن يصعد الإمام إلى المنبر. مثلا اليوم طلوع الشمس عندك الساعة 6 مثلا في الصباح، والإمام يصعد إلى المنبر الساعة 1، فعندك 7 ساعات، أنت بتقسم 7 ساعات على 5، وبتشوف أنت الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. فلذلك قال: ثم راح، يعني في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه. كأنما قرب بدنه يعني كأنما قرب جملا ذبحه ووزعه على الفقراء. صور إنسان يذبح جمل ويوزع على الفقراء، قداش له أجر؟ فهذا الذي يأتي ويبكر في الساعة الأولى للجمعة. قال: ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، يعني إنسان فاتته الساعة الأولى اللي هي من بعد شروق الشمس، وهكذا التبكير إلى الجمعة. كانوا قديما السلف الصالح رضوان الله عليهم يأخذ بهذه الأحاديث ويعملون بها حتى تكون لهم الأجور والدرجات عند الله سبحانه وتعالى. فكانوا يختاروا، شو في أحاديث، ماذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقوم بفعله، حتى نرقى عند الله عز وجل بأعمالنا. اليوم الناس لا، بتقول لك أنا بدي أشوف مصلحتي الدنيوية أولا، ثم يعني. فلذلك الساعة الأولى كان من يأتي إلى الجمعة بعد شروق الشمس يجي ويجلس في المسجد، فهذا له كمن قدم بدنه. ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. الكبش هو الخروف، الخروف اللي عنده قرون. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال كبشا أقرا، ليش؟ قال وصفه بذلك لأنه أكمل وأحسن. فهذا الإنسان كأنما ذبح كبش ووزع على الناس. قال: ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة يعني في آخر شيء فكأنما قرب بيضة، هذا من الأجر. قال: فإذا خرج الإمام، إذا الإمام خرج يعني صعد إلى المنبر، حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يعني الملائكة عند صحف تطوي هذه الصحف وتجلس ثم تحضر الذكر. فلذلك هذا الإنسان يفوته فضيلة التكبير، التبكير، يعني بالنسبة لتبكير الجمعة في فضل كبير بين إنسان قدم بدنة وإنسان قدم بيضة وإنسان لم يقدم شيء. فبعض الناس في قضية التبكير إلى الجمعة، تأتي الجمعة بعد الجمعة، شو له أجر في قضية التبكير؟ ليس له من الأجر شيء.
طيب الجمعة؟ قال طبعا الجمعة هذا تختلف، لك أجر الجمعة، صليت الجمعة الحمد لله، بس في أجر هناك للتبكير للجمعة، فإذا الإنسان فاتته هذه الأوقات فقد فاته الفضل الكبير. لذلك يعني الملائكة التي تأتي هذه ملائكة خاصة يرسلها الله سبحانه وتعالى حتى تكتب هذه الأجور بصحائف خاصة. لذلك ورد في الحديث إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور، هذه بتكتب شو أسماء هؤلاء. فتصور أنت صحيفة من نور، الملائكة من نور، صحيفة من نور وأقلام من نور، ويفوتك هذا الأجر. يعني إنسان في كثير من الناس أنت بتجي بتشوف أنت بنت الجامع بعد ما الإمام يكون على المنبر، ليش؟ بيقول لك يا خي إذا طول الإمام أو كذا فأنا يكفيني. وأكثر الأسئلة بتقول أنت أنا بلحق الجمعة، بتلحق الجمعة إذا لحقت ركعة مع الإمام، بتلحق الجمعة، بس فضل الجمعة وما كتب لك من الجمعة، وهل اسمك صعد في هذه الصحيفة التي هي من نور إلى الله سبحانه وتعالى حتى تأخذ هذا الفضل العظيم؟ فهذا لازم يفكر فيه الإنسان. وطبعا الجمعة هذه فريضة، يعني هذا أمر واجب عليك أنك تقوم به وتفعله. لذلك يعني هذه الملائكة تجلس وتطوي الصحف، خلص ينتهي الأجر لذلك الإنسان الذي دخل والإمام صعد المنبر. هنا في هذا الحديث يتبين أن التبكير يستحب لمن يأتي إلى الجمعة إلا الإمام، الإمام لا يستحب له التبكير. ليش؟ لأنه بيجي في آخر الوقت حتى يكون مهيأ ليلقي الخطبة ويعطي الناس ويبقى بعد الجمعة، فلذلك التبكير يكون لغير الإمام. وكذلك نستفيد أن التبكير يبدأ من طلوع الشمس، يعني الإنسان والله أنت بيجي أنا أبكر وقت تطلع الشمس، هذا الوقت وقت أول الجمعة، ويستمر إلى أن يصعد الإمام إلى المنبر. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.